طلعت ووجهت رسالة، رسالة صريحة جدا للقيادات العربية، قلت فيها تغيروا ولا بتغيرون. البعض عتب علي، والبعض زعل، والبعض الحاشي قالوا لهم هذا شو يعرفه عن المستقبل، وصحيح ما يعرف الغيب إلا الله، ولكن في مؤشرات تخلي الواحد يفهم المسألة. وأنا عملي كبير، والعرب عندهم مقومات الحضارة. العالم العربي عنده البشر المتعلم، عنده المال، هو وعنده الإرادة، لكن الإرادة تريد ينقصها شيء واحد وهو الإدارة. نحن حوالي 300 مليون، وأمريكا حوالي 300 مليون. شوفوا كم حصدت أمريكا من ميداليات في الأولمبياد، وكم حصدنا نحن من ميداليات في الأولمبياد. سؤال عمرو أديب ملغوم شوي. هو يتكلم عن الدول الغنية الصغيرة اللي طالعة هي اللي تقدر تقدم، وأنها اللي فيها شعبها كبير وناسها كثير هي صعبة أن نتعلم. أنا عندي مثال، الصين 1.3 مليار، والصين ثاني أقوى اقتصاد في العالم، اليابان ما عندها نفط، اللي هو يتكلم عن دول الخليج وعندها نفط، كوريا الجنوبية ما عندها نفط، كذلك كوريا متقدمة جدا ولا عندها نفط. فللنجاح عدد يعني أرقام كثيرة، والفشل رقم واحد وانتم تعرفونه. يقصد ليبيا، هو ذكر ليبيا. ليبيا غنية ولكن ما كان عندها إدارة، وشو وانا يعني قلبنا على أهل ليبيا. بس يا عمرو أديب أريد أذكر لك شيء، أن دولة الإمارات وشعب الإمارات يحب مصر والمصريين، حتى أنهم علمونها لما كنا صغار. اليوم نصيحتي أن يتوقفوا عن السوق العربية المشتركة، هذا حلم قديم، ووزراء التجارة كذلك لا زالوا يجتمعون ويتكلمون ويحلمون بالسوق العربية المشتركة. اليوم نحن في 2017، العالم تغير، أصبح سوق عالمي مشترك. فأنا أقول لهم اتركوا خطابات السبعينات، واتركوا حلم القديم، واللي يريد يفتح على العالم. ليش تريدون أن تفتحون بس على جيرانكم؟ ما دام العالم كله اليوم
صار سوق وحده. وبالطبع لا أنا ولا أخواني نقدر نقول لا لدولة عربية طلبت منا شيء. الغلط على القائد أن يشوف الرشاوي ويسكت عنها. ولكن في بعض البلدان هذا الفساد هو طبيعي ويفتكره من يفتكره أن من حقه يعني. لكن أوعدكم أني أنا ومحمد وإخوانه ما نرضى بالفساد أين كان. الإعلام عندنا هو اللي حرض على الثورات. إذا قلنا عندنا 1300 محطة في الدول العربية، تكلفة هذه المحطات 30 مليار دولار. شو استفدنا؟ عندهم يعني عندهم محطات في الطائفية وفي النزاعات وفي الخلافات، وهذا سني وهذا شيعي وكلهم مسلمين. فصراحة أنا أقول أنهم هم ارتكبوا الخطأ وهم سبب عناطر الإعلاميين وهم سبب اللي صارت في هذه الدول. فلا بد نحن تعدلوا إعلامكم، ولا أنا بقولكم ترى القطار بيفوتكم، وأنا بقولكم أن الشعب العربي ونحن بنتوجه إلى التواصل الاجتماعي إلا إذا ما عدلتوا.